تشيع إن شاء الله بعد قليل، إذا ممكن يتصل، لأن أنا ما أريد أتصل به ويتصل، لأن هو كاتب لي الآن. ويبع عائشة راح يتخربط الرجال بعد ما. لا 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 ما مشكلة، تفضل أبو عائشة. أبو عائشة أريدك عندما تتكلم تكلم لي بالأدلة، شلون إحنا نخرج الكتاب؟ تفضل أستاذ. اترك الكيس، الكيس اتركه. تفضل شيخنا. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آل بيته الطيبين. اللهم صل على محمد وآل محمد. خربها. رضي الله عن أبي موسى الأشعري قاضي القضاة وحبيب رسول الله، وهو من رسول الله ورسول الله منه. طيب. إيه هاي من الكيس بعدك يعني سبحان الله. يقول لك أبو باقر، أبو باقر الله يرحم والديك أبو باقر، مشان خاطري خلي يكمل وسجل مشان عيوني الله يرضى عليك. تفضل أبو عائشة. هسه هو يتمنى يحشر مع أبي موسى الأشعري، خليه يا أخي. أنتم والله بلوة، واحد يريد ويا معاوية دعوفهم، مو معاوية معروف وين. تفضل أبو عائشة. شبهة رافضية أن حذيفة بن اليمان صرح بأسماء الذين حاولوا قتل النبي صلى الله عليه وسلم في العقبة في زمن عثمان بن عفان رضي الله عنه. أيه. ذكر منها بعض الأسماء ومنهم أبو موسى الأشعري رضي الله عنه. زين. طيب هذا في المصدر للمحلل ابن حزم. أوكي. رحمة الله عليه. أوكي. الظاهري. طيب. أولاً يستلزم من هذا الأمر أن نجعل حذيفة من اليمان خائن. نعم. نجعل منه خائن. أحسن. النبي ائتمنه. والله نقطة رائعة. الله. إيه. أحسن. ائتمنه وهذا سر النبي عليه الصلاة والسلام. أحسن. ومن كان كذلك فهو حري ألا يقبل كلامه. أحسن. لأن النبي عليه الصلاة والسلام ائتمنه بكتم أسماء المنافقين. أحسن. ولهذا لما جاءه عمر رضي الله عنه قال هل أنا؟ قال لا، ولا أخبر بعدك أحد. بس أبو عائشة، أبو عائشة أنا قلت لهم لا يقاطعوك، بس أنا علاقتي وياك طيبة، أنا تسمح لي بعد إذنك أقاطعك بهاي النقطة وكمل. أبو عائشة أنا حقيقة أعجبت بما ذكرت. يلزم إخواني أن حذيفة خائن. لماذا؟ لأن النبي قال له سر وحذيفة يخرج السر، فحذيفة خائن كبير. يلزم. أحسن والله، يعني إشكال جيد جدا. الآن سؤالي، ليش عمر ابن الخطاب يصر على خيانة حذيفة ويريد من حذيفة أن يكون خائنا؟ أنت تعلم أن حذيفة هو موضع سر النبي، ليش عمر بن الخطاب يقول يا حذيفة خن النبي واعطيني الاسم؟ هل أنا منهم يا حذيفة؟ كن خائنا يا حذيفة، كن خائنا وخن النبي واعطيني الاسم. إذن هذا عمر يدور خراب الناس، يريد يخرب عقيدة الناس. سر النبي يريد يطلع، إذن عمر مفسد في الأرض. ليش؟ لأن يريد يفسد الرجال. تفضل. أولا عمر رضي الله عنه ليس منهم قولا واحدا، وإنما سأل حذيفة من باب ليطمئن قلبي فقط. ليش هو مو سر يا شيخنا؟ مو أنا نقضت عليك، هو سر. أنا أعلم أن حذيفة مؤمن ويحفظ السر، ليش أجي أحفر له أحفر له أحفر له أحفر له؟ طلع السر. طيب يعني معناه عمر شو يقول له؟ يا حذيفة خن النبي واعطيني أنا منهم الاسم. يا حذيفة كن خائنا، كن خائنا. يقول له عمي أنا ما أريد أطيك، ابتليت بيك بلوى. أرجوك حذيفة رحمة، بس هالمرة أغدر بالنبي، أرجوك حذيفة مرة تغدر. زي ليش عمر يقول له أغدر بالنبي؟ ليش هو مو يدري حرام الغدر؟ ليس هذا خيانة وليس غدر. كم. هذا أولا. ثانيا أين الرواية؟ أين الرواية؟ نحن ولله الحمد ننزه حذيفة عن خيانة الأمانة، ونجزم، أنا أجزم وأعتقد أنه لم يفعل ما تفترونه على حذيفة. أنتم تفترون على حذيفة أنه أخبر بالأسماء، ونحن ننزه حذيفة أنه لم يخبر. هذا أولا. ثانيا
أنا أطالبك حج وعد بالرواية التي فيها إخبار حذيفة. بس لحظة لحظة حجي، أنا عندي فد تعليق صغير. أقف 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 خلي كمل يقول أطالبك لحظة. إيه تطالبني بماذا؟ أطالب إيه أطالبك أطالبك بالرواية التي فيها إخبار حذيفة بأسماء من نوى قتل النبي صلى الله عليه وسلم وما هو إسناده. أحسن. طيب. كمل. أما لحظة أخرى كمل. الوليد بن جميع الوليد بن جميع هذا أخرج له مسلم وهو ثقة. والوليد بن جميع في روايته لم يذكر الأسماء وإنما ذكر العدد، وأنا أتحدى أن تأتوني برواية عن الوليد بن جميع أنه ذكر أسماء المنافقين. الرواية ذكر العدد لا ذكر الأسماء. واضح. طيب الإحالة على المحلى هذا فيه تدليس وتلبيس. خوش. عندما تحيلون على كتاب المحلى هذا فيه تدليس وتلبيس. فابن حزم كذب الرواية أصلا التي فيها ذكر الأسماء، فكيف تستدلون بالمحلى مرة أخرى على ذكر الأسماء؟ أحسنت. وهذا دليل دليل عظيم على كذب هذا الرافضي الذي يدعي افتراء وكذبا على حذيفة. من الرافضي؟ من الرافضي؟ من الرافضي الذي روج لهذه الشبهة؟ مين هو؟ والله بينطع اسمي لو عملت ايه ما يقدرش انطع اسمي. من طيب على كل حال يعني الرافضي اللي معانا اللي معانا على البث مش اللي بالرواية. مؤمن المصري. ادري مؤمن المصري بالسند ما ذكر شيء بس لبس وشبه وابن حزم مدري ويش هو لا 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 هذا 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 كتاب ابن حزم هذا كتاب ابن حزم هو ما لبس الان اقرا لك ابن حزم كذب الروايه لا اي كذب الروايه لي لحظه كذب الروايه وانت كذبت ابن حزم لماذا لان ابن حزم اسمع يا اخي اسمع ابن حزم كذب الرواية ليش؟ لأن فيها الوليد ابن جميع. أنت الآن قبل 3 دقائق قلت أن الوليد ابن جميع من رواية مسلم وهو ثقة. إذن أنت تكذب ابن حزم الذي كذب الوليد ابن جميع. إذن ابن جميع صادق. إذن ابن حزم صادق أن الوليد ابن جميع ذكر أن المنافقين أبو بكر وعمر وعثمان وسعد بن ابي وقاص وابو موسى الاشعري. تفضل. هذا غير صحيح غير صحيح. هذا موجود في المحل موجود في المحلى. لحظة ابن حزم في المحلى رحمه الله عليه الظاهري وهو المذهب الظاهري المذهب الخامس يقول ان روايه ابن جميع عندما ذكر الاسماء هذه ساقطه. ليش ساقطة؟ سقط رواية الأسماء. ليش؟ شو السبب؟ شو السبب؟ شو السبب؟ هنا المفتاح. شو السبب أن رواية الأسماء ساقطة؟ السبب هو الوليد بن جمع. لأن حذيفة ما أخبر بالأسماء. لا 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 تهرب لا تهرب إلى موضوع آخر. اسمع. لا شيخنا الحبيب. تدري أنا أحترمك في النقاش. الآن. ابن حزم ما العلة التي سقط بها الرواية؟ العلة هو الوليد بن جمع سهل ولا أبو باقر أبو سيد ميثم أذكر النص ولا لا هذا النص شيخنا أبو 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 أبو, أبو عاش أخواني دلست يا مؤمن المصر رافض دلست لحظة يا مصري لماذا تدلس؟ خلينا نشوف وعد اللامي يكتشف انه مؤمن مدلس ولا مو مدلس. هذا كتاب اخواني هذه الطبعه الجديده اللي بتحقيق الدكتور بشار عواد المطبوعه يدري بها احمد الامامي من 20 مجلد. شوف اخواني هذا امامكم صلوا على محمد وال محمد اللهم صل على محمد وال هذه روايه المحلى. بس بعد اذنكم شباب ناخذ الكاميرا. هذه روايه سلسله اصدارات مكتبه عبد العزيز بن خالد بن حمد آل ثاني المحلى وهذه الطبعة الجديدة المجلد 19. ماذا يقول؟ اسمع يا أخونا الحبيب أبو باقر.
يقول وأما حديث حذيفة فساقط. أحسنت بارك الله بك، حديث ساقط، شو سبب السقوط؟ يقول لأنه سقوطه ليش؟ لأن في باية من الدرج يعني ستيب وحدة مكسورة. شو هذه المكسورة؟ هي الوليد بن جمع، لأنه من طريق الوليد بن جمع وهو هالك، وهو هالك ما نراه يسلم من وضع الحديث، فإنه قد روى ولا نراه عندي أنا في الطبعة. اسمع هذا راح أخليك عليها أصفر. وما نراه، شوفه، وما نراه ولا نراه، هسه مو مشكلة، نفس الشيء ما نراه، اثنين النافية، لا وما نافيتان. وما نراه يسلم من وضع الحديث، فإنه قد روى أخبارا فيها أن، اسمع الاسم الأول، أن أبا بكر، الاسم المنافق الأول، أن أبا بكر المنافق الثاني، وعمر المنافق الثاني، وعثمان المنافق الثالث، عثمان المنافق الرابع، طلحة والمنافق الخامس، سعد بن أبي وقاص، هو يقول هؤلاء رضي الله عنهم أرادوا قتل النبي صلى الله عليه وآله، النبي صلى الله عليه وآله، وإلقاؤه من العقبة في تبوك. إذن هؤلاء الملثمون، هؤلاء الذين عرفوا برواحلهم، هم أبو بكر وعمر وعثمان وطلحة وسعد بن أبي وقاص، وفي رواية أخرى أبو موسى الأشعري. الآن شيخ أبو عاش، أنا أظهرت لك المصدر، علة هذا القول هو الوليد بن جمع، تسلم؟ طيب دقيقة. أولا نحن نشكر ونترحم على محمد بن حزم الظاهر، الله يرحمه. هي مش مدلس حق وعد طبعا. لا ليس مدلس، ابن حزم ليس مدلس، وإنما أنا أراد محمد بن حزم الظاهر رحمة الله، أراد أن يدفع عن أبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم هذا الأمر، فله الجزاء من الله، لأنه ذب عن صحابة رسول الله. وأيضا هو يرى أن الوليد بن جمع عنده بهذه الصورة. ليش؟ ابن حزم ليش؟ هذا ظلم، هذا ظلم. أحمد الإمام الصادق، أحمد الإمام الصادق، أكذب أحمد الإمامي علشان مصالحي؟ لحظة. ظلم والله ظلم. لما يتكلم ابن حزم يدافع عن الصحابة جزاه الله خير وشكر الله له، بس الرجل مش كذاب يا أبو عاشة، شلون يكذب؟ يقول سأبين لك. الوليد بن جمع من رجال مسلم، ما اختلفنا. إيه. وأيضا الوليد بن جمع كما قال عنه ليس من رجال، طبعا هو ليس من رجال البخاري، وإنما البخاري روى له خارج الصحيح، ومثله لا يقال عنه من رجال البخاري. أيضا ابن حزم رحمة الله أخطأ في أنه وصفه بالهالك. بس لحظة حجي الله يرحمه. في هذا هو أخطأ ابن حزم. بس اسمعني. خلينا نشوف ملاحظة أبو باقر. أبو باقر شنو ملاحظتك عن الوليد؟ في البداية الوليد ابن حزم هل ذكر علة ثانية لهذا الأثر المذكور عن حذيفة؟ تفضل. لا ما ذكر. طيب هاي النقطة الأولى. ثانيا ابن حزم كما ذكر في كتبكم أنه اثنين في الدنيا لم يأتي بمثلهم، هاي في المملكة العربية السعودية، الآن أطلع اللي يحب أطلع للمصدر، يقول اثنين لم يأتي بمثلهم، يعني الزمان لم يوجد ابن تيمية حتى، وهذا ينقل كلام الشوكاني أيضا، ينقلون ابن تيمية وابن حزم. إذن حتى هم يقولون أن الحديث الذي لا يعرفه ابن تيمية لا يعني بمعنى هذا ليس بحديث، فبالتالي هذا يكون بنفس الميزان. هذه القضية الأولى. والقضية الثانية، القضية الثالثة هي مو قضية أنا أدافع عن الصحابة أروح أكذب، هو عنده مشكلة، قال الوليد بن جمع هذا أراه هالك، طبعا أكو فد رد على هذا الموضوع الآن أذكرني الحجبي، أراه هالك، إذن ما موجودة، إذن الرواية وصلت إلى ابن حزم ووصلت لابن حزم وما كان فيها أي شيء إلا الوليد بن جمع،
هذا الأمر الأول والثاني. سؤال إلك، والوليد بن جماع هو الذي ينقلهم الدين في صحيح مسلم. نعم. يعني إذا هو هالك إذا صحيح مسلم ينقل عن الهلكة. أحسنت. لا باقر أي كم. طيب عدي بعد، اسمع بس اسمع، عدي بعد إلك سؤال، عدي إلك سؤال بس اسمعني. ما كلام جميل أبو عاشة منك، بس خليك كمل أبو باقر. يا أبو باقر إذا الآن أنت تقول في صحيح مسلم لم يذكر الأسماء، ذكر العدد. طيب. وارجعوا للرواية. إيه ذكر العدد ليش يا أخي؟ لحظة أبو باقر، أبو باقر طيني مجال، لأنه صحيح مسلم قال كان بين حذيفة. أبو باقر في كتاب اسمع أخواني، في كتاب اللهم صل على محمد وآل محمد، في كتاب طبع، هذا الكتاب شوف أخونا أبو يابد بابا أحمد الإمام على الكتاب حج. هذا الكتاب عدي صار 3 سنوات. إيه اسمه كشف الخفاء عن عبث الوهابية بمكتبة العلماء. هذا الكتاب الآن مو الحاتمي صح؟ إيه. شو يسوي أبو باقر؟ شو يسوي هذا؟ مثل هاي مال قضية صحيح مسلم، إخواني موجود اسم وعد اللامي، هو وعد اللامي صحابي جليل، شو يسوون؟ يقول لك وعن رجل، ليش؟ لأن إذا قال وعد اللامي ينفضح، فهذا طبيعة كتبكم وصحيح مسلم، ولذلك سأظهر لك رواية في مصنف ابن أبي شيبة أنه قال يا أخواني قال كان بين حذيفة وبين رجل، لما أجي إلى مصنف ابن أبي شيبة يقول كان بين حذيفة وبين أبي موسى الأشعري. ليش عندما في مسلم يقولون الرجل، أو ليش عندما في رواية أخرى يقول الاسم الصريح؟ معناه كذاب، يريد يكذب. فضل أبو باقر. طيب نقطتين، النقطة الأولى خليك وياي يا أخي، أنت شقد تحب تهرت؟ طي دقيقة أبو باقر، اليوم هادئ وياك، طي دقيقة. طلع كتاب السيف المجلى على المحلى، طلع لي الآن. ليس هناك مجلد. ليس هناك إسناد فيه ذكر أولئك الصحابة الأجلاء أنهم اشتركوا في هذه الجريمة. طيب هذا وصلت. حزم اسمع أبو باقر بس خليك كم ضعف تلك الرواية أصلاً قبل هذا الحديث. الذي يفهم كلام ابن حزم رحمة الله عليه في المحلى كلامه واضح، يقول أن من وضع أسماء أولئك الصحابة هذا ليس من عند الوليد بن جماع، هو الآن يبرئه، يقول أن هذا ليس من وضع الوليد بن جماع، بل إن هذه الأسماء أقحمت. والله كذب، والله هذا الكلام ما موجود، والله ما موجود هذا الكلام. دقيقة، لا موجودة، موجودة في الكلام المحلى، سأثبت لك. يلا اتفضل. والله إذا طلعت هذا الكلام موجود أنا أتفضل. لأن هناك الصحابة في إسناد الوليد الأصلي للحديث غير موجودين. أقراها. لا دخل له. أقراها من المحلى. هذا المحلى أقراها منها. هذا المحلى أقرأ هذا الكلام. أنا لا. الآن بيني وبينك الآن يا أيها السنة العقلاء. فضيلة الشيخ عبد العزيز قال أن الكلام موجود في المحلى، والشيع الرافضي ماسك الكتاب يقول ما موجود، وهيثم الموسى يقول ما موجود، ميثم وأحمد الإمام يقول ما موجود، وعد اللامي يقول ما موجود. اصبر، الآن هذا الكتاب أمامنا، يقول لك هذا يا بتطيني مجال، ويقول موجود. أنت لا أريد ينقذه، والله أريد ينقذه، أريد يخلصه من الورطة. افتح الصفحة معي، يلا افتح وقرأ معي. ايه افتح وقرأ معي، يلا افتح وقرأ معي. هسه انت ما خليت اكمل، بس اصبر علي، بس اصبروا علي. الله يعني. تجيك الضربة، تجيك، بس اصبر. ايه وين اقرأ يا صفحة، او ابقى المجلة عندي، المجلة نفس الصفحة اللي كتبتها. ايه عندما قال هذا هالك، عندما اقرأ عن كلمة هالك، يلا هذه الصفحة امامك، ركز معي، ركز معي في العبارة. هذه الصفحة. طيب يلا تفضل. يقول رحمة الله، شوف
ابن حزم يقول ان في الحديث الاصلي ما في ذكر الاسماء على عن ودم. وانا اقراها. طيب ومما قال ابن حزم يقول ولا نراه ولا نراه مما قال الحديث. وانا هاي مما قال حجي لحظه ومما قال ابن حزم بعد ابو الكتاب منه ابو الكتاب من هو اللي تقرا من عنده انت يا كتاب فسوي مما قال ابن حزم لحظه ابن حزم يقول ومما قاله ابن حزم لعد القائل من هو ولا نراه قلت لك الفسوي يا حج يا سيد ميثم هو يقرا من الفسوي يا معود شوف ابو باقر يطيل الاسم لا اله الا الله انا شلون يا احمد الامامي وميثم الموسوي انت يعني ليش تقول الكذا اخونا ابو عاشه انت تقول ويقول ابن حزم ومما زين هو ابن حزم هو المؤلف الان الشاشه موجوده والكتاب ابن حزم يقول في نفس الكلام في نفس الذي الكلام انا هذا موجود انا عارضه نعم. يا ريال حديث حذيفه ساقط لعنه من طريق الودم الجميع اوقف هالكم ثم قال ولا يعلم ولا نراه وين يعني وين هاي نراه وين نراه لا نراه هاي مال ولا نراه نحن لا نراها شلون انت نراه يعني كيف رايت وضع الحديث يابا كيف رايت ما لم نره نحن وينها حق واحد هو حتى كلمه من وضع الحديث بيقراها غلط اقراها بالتشكيل يا عم ابو عائشه من وضع نراه يعني من وضع من وضع الحديث لا مش وضع مش وضع اصبر يا ابو عائشه اقول فالحديث بذكر الصحابه مقبول قطعا على الوليد بن جميع اصبر من وضع الحديث من وضع بن جميع يا ابو عائشه من وضع الحديث شوف التشكيل بتاع الكلمه انا مصري اللي علمت اجدادك يقروا ويكتبوا من وضع الحديث مش من وضع الحديث وهذا كما قلت هو الكذب الموضوع الذي يلعن الله تعالى واضعه اي لحظه يا اخ مؤمن لحظه لا ارجوكم كلكم لحظه يا ايها السنه الآن الكتاب أمامكم من أحدث طبعة نختي والله عندي طبعة أخرى لكن الآن هذا مو مجالها شوفوا إخواني الآن وأما حديث حذيفة الطبعة هذه المحق القريبة هذه الجديدة فيها تعريف فيها تعريف أنت يا طبعة عندك أوقف يا طبعة خل أجيب لك الطبعة اللي عندك لحظة يا طبعة عندك أنا عندي الجزء الثاني شو اسمه الثاني عشر شو اسمه اي شو اسم هالطبعة؟ باب الشرجي كتاب الحدود الطبعة تبان اسمع انا هاي الطبعة اللي عندي الان طبعة المكتبة الاسلامية بيروت اللي مكتبة عبد العزيز خالد بن حمد آل ثاني هاي امامكم شوف اخواني امامكم هاي طبعة بتحقيق الدكتور بشار عواد ومحمد عامر والطبعة الآن تدون أجيب لكم المجلدات هذا المجلد 19 20 مجلد فالآن أنت من أي طبعة تقرأ الآن أمام المشاهدين أضحى إذا موجود هذا الكلام أمام المشاهدين سأعتذر وخلي أحمد الإمامي رغما عن أنفي يعتذر هو وسيد ميثم بعد ومؤمن أولندا كل احنا نعتذر شو اسم الطبعة اللي تقرأ منها حتى اضعها على الشاشة يلا طبعة فيصل نور حجوات زين اخذ لك فر ابو عاشة انت ابقى دور الطبعة سأعطيك الطبعة خلي اخذ الاخ من العراق بس الاخ من العراق لان صار لساعة ونص تفضل اخونا من العراق اللي رقمك صفر بالاخير انا اسف أدري إنه تأخرت بس سامحني تفضل. هذه بتحقيق عبد الغفار سليمان البنداري. الآن لحظة شيخنا أبو عاشة تفضل أخوي. تحقيق عبد الغفار سليمان البنداري. الآن أشوف الآن أشوف الآن تفضل أخونا من العراق. إيه. السلام عليكم. عليكم السلام سامحنا على التأخير. لا أهمك حجي شلونك شلون صحتك؟ الله يبارك بيكم. السلام عليكم السيد ميثم والحمد شيخ احمد الامام وكل الاخوه والاخوات
اللهم رب العالمين. مولانا سؤال لأبي عائشة. إيه. هل ذكر الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، طبعا بالبداية أنا من المستفسرين. نعم. حياك الله. هل ذكر الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أو حذيفة رضوان الله تعالى عليه، هل ذكر أسماء المنافقين أم لم يذكرهم؟ نعم. أبو عائشة يقول لا، تفضل. إذا كان الجواب هو كيف ذكرهم لحذيفة، لكن حذيفة ما ذكرهم لحذيفة. أبو عائشة يا مجلد اللي قلت مال طبعة البندار، يا مجلد تحقيق عبد الغفار، أي مجلد؟ المجلد كم؟ أبشر أبشر أبشر. بس إيه اللي حرفها أصلاً؟ بس لحظة بس خل خل أشوف في أي مجلد، لأنه الآن عندي. أنا بس أجيب على النبي عليه. لا 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 لا, لا, لا هو دوره ما بقى عندي. لحظة التدور المجلد، لأن الآن الطبعة أمامي اللي عندك الآن. تفضل أخونا كمل. مولانا إذا يقول أبو عائشة إنه الرسول صلى الله عليه وسلم لم يذكر الأسماء، فكيف ذكر علماء البيهقي في دلائل النبوة ذكر قائمة من 12 اسم. أحسنت. الطبراني في المعجم الكبير ايضا ذكر قائمه من 12 اسم، فما هو ردك على هذا؟ هو المصيبه اخونا، المصيبه انه ابو عائشة امس هو اللي قرا الاسماء. ابو عائشة اي هو اللي قرا الاسماء من الطبراني وقراها من الزبير بن بكار. شوف اخواني، هو يقول اتحداكم ان تذكروا الاسماء، هو امس قرا الاسماء، هو نفسه ابو عائشة. طيب اي مجلد؟ شكرا لكم اخونا من العراق. طيب ابو باكر شنو عندي بعد يا مولانا؟ ابقى يا لين باقي دقيقتين لاحمد الامامي، لانه المخرج يقول لي باقي 3 دقائق. تفضل ابو باكر. مو تنسى الله يرحم والديك. في البدايه ابو عائشة، اذا كان هناك سرعه شخص وهذا الشخص تكلم بهذا السر، هل يعتبر خائن؟ بسرعه ماكو وقت. اي خائن، انا اقول لك خائن. أبو عائشة خائن؟ خائن أبو باكر، ما عندي وقت. خائن. الله الرحمن الرحيم. وإذا أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا، تفضل. هذا النبي عندك أول خائن. اثنين، هذا السيف المجلى على المحلة، هذا الكتاب عند الحجي، حجي صفحة 5 بالضبط، أريدكم تطلعونها شوية بعيد. الآن أجيبه وأعرضه، ما مشكلة. هذا العقلب الكتاب أمامكم، ها تفضل. أحسنت. الآن واضح. السيف المجلى على المحلى لمابي بن حزم، تأليف العلامة المحدث السيد مهدي كذا، متوفى 1396. ايه. صفحة 5، اسمعوا شو يقول. يقول إني طالعت المحلى للعلامة أبي محمد بن حزم مرات عديدة، واستفدت منه في مواضع رسائل، ومع ذلك وجدت له أغلاطا في الرواة ووقوعه في الأئمة الكبار في المسائل الفرعية في الاجتهاد، وعزوه إليه ما لم يقولوا به، ثم يرد عليهم بأقبح عبارات وأشنع ألفاظ، ويخادع الناس في سرد الآيات في غير موضعها تهويلا في الناس وتهويرا وجسارة وجراءة، ويجرح الرواة الثقات والرجال المعتمدة في الأسانيد والروايات، إذ كانت رواياتهم مخالفة لما ذهب إليه، ويستعمل في حقهم ضعيف مجهول ساقط هالك كاذب. شنو قاعد اقول؟ الله اكبر، الله اكبر، لله درك. اي والله، شفت اخواني، ظهرت الحقيقه. الان الكتاب امامكم. يقول يا اخواني، والله العظيم عندما اقول لكم هؤلاء يكذبون عليكم، هذا امامكم الحقائق. شوف كيف نخرج لكم الحقائق. هو لا، لحظه ابو باكر، خلي بس لحظه. شوف اخواني، هو ماذا يقول؟ يقول انه هذا الرجل يكذب حتى ينقذ رموزه. يقول حالك كاذب، والله يكذبون عليكم، والله يا اخوان يكذبون عليكم. يا اخوان الى متى تبقون؟ تفضل سيدنا، عندي دقيقه سيدنا بسرعه. طيب عسري. هذا طبعا اخوان الحديث الذي اشار اليه ابن حزم هو موجود. وين موجود اخوان الاعزاء؟ موجود في مسند البزار. هذا مسند البزار امامكم.
أقرأ لكم السند حتى تعرفون الحقيقة. هذا برقم 2803. حدثنا علي بن المنذر، حدثني محمد بن فضيل قال أخبرنا الوليد بن جميع عن أبي الطفيل عن حذيفة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وآله في غزوة تبوك نفس الموت لا يسبقني إلى الماء أحد. قال أحمد، من هو أحمد البزار؟ بقي فيه كلام تركته. ليش تركته؟ لأنه أبو بكر وعثمان وسعد. اسمع اسمع حج البقية، اسمع البقية. وهذا الحديث لا نعلمه يروى من حديث أبو الطفيل عن حذيفة إلا بهذا الإسناد. ابقوا معي، ابقوا معي الشيخ عبد الرحمن ويانا والشيخ أبو سلطان والشيخ أبو عائشة والأخ البتار. يا أيها السنة، أنتم ترون من الذي يقدم الأدلة ومن الذي يريكم الكتاب والصفحة والمجلد ومن كتبكم. فأقول للشيعة حق لكم أن تفخروا بإخوتكم. اللهم تقبل منا هذا القليل واجعله لنا وللمساهمين في هذه القناة ذخرا يوم نلقاه، إنه هو الله لا إله إلا هو، وصلى الله على محمد وآل الطيبين الطاهرين المعصومين. سنبقى على مواقع التواصل الاجتماعي لكن من شاشة الحجة الفضائية. أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طيب الآن خرجنا من هذا. الآن يريد الأخ تفضل تفضل حتى أرجع لي أبي عائشة. سيدنا أبقى أنت والشيخ، تفضل كمل أخونا، وياكم عبد الرحمن عاطف أيضا والشيخ أبو عائشة، تفضل كمل. مولانا حاج وعد، هل أبو موسى الأشعري يعني من المنافقين عند أبي عائشة، من الأسماء التي حاول قتل الرسول صلى الله عليه وسلم في العقبة؟ لا لا، هو يقول من المرضيين عنهم، المرضيين عنهم، ويقول بدليل ما رواه البخاري الأشعريين مني وأنا منهم، وهي رواية أبو موسى الأشعري نفسه. والله سبحانه يقول أنفسكم ليس من المنافقين. كمل مولانا سيد نيثن الفسوي في المعرفة والتاريخ ذكر بالسنة الصحيحة عن الأعمش عن شقيق قال كما حذيفة جلوسا فدخل عبد الله بن مسعود وأبو موسى الأشعر المسجد فقال حذيفة أحدهما منافق، ثم قال إن أشبه الناس هديا ودا وسمتا برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عبد الله، أي أن حذيفة أخرج عبد الله من أحد الاسمين. هذا دليل على أن أبا موسى الأشعري هو أحد المنافقين الذين حاولوا قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم. وذكر هذا الشيء في سير أعلام النبلاء وعلق الأعلام نوط بأن رجاله ثقة. مولانا سيد ميثم يعني طلب منك أن تذكر يعني كم عدد مرات هجوم القوم على بيت الزهراء عليه السلام، وما هو التاريخ المضبوط لاستشهاد مولانا المحسن عليه أفضل الصلاة والسلام. وأتمنى من حج وعد أن يرسل لي رقمك مع التقدير والشكر، وجزاكم الله خير الجزاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه الرواية اللي ذكرتها أنا أعرضها على الشاشة، ورجالها جميعا رجال البخاري. حدثني ابن نمير، حدثني أبي عن الأعمش عن شقيق قال كنا مع حذيفة جلوسا فدخل عبد الله أبو موسى المسجد فقال أحدهما منافق، ثم قال إن أشبه الناس هديا ودلا وسمتا برسول الله صلى الله عليه وآله عبد الله، يعني المنافق من؟ المنافق أبو موسى الأشعري. أحسنتم. طيب نعم حج تفضل. طيب بس خلي الأخ لو أبو البتار ثم الأخ أبو عائشة. تفضل بتار. بتار طيب الآن عبد الرحمن، تفضل عبد الرحمن، شيخ عبد الرحمن. شيخ عبد الرحمن تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام، هلا بالشيخ.
طيب هل في احد يدخل قبلي اما اتكلم؟ تفضل اتكلم اخوي. طيب بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وعلى اله الطيبين الطاهرين وعلى اصحابه ومن سار على هديه الى يوم الدين ثم اما بعد. بالنسبه لما ذكرتم من روايه من ان ابا موسى الاشعري يعني كان منافقا، النبي صلى الله عليه وسلم قال في صحيح مسلم من حديثه هو ابو موسى الاشعري، يعني يشهد لنفسه يا ابو موسى، استغفر لعمه عامر ابي عامر الاشعري رضي الله عنه لما اصيب في موقعة الطائف، فقال لي ولي يا رسول الله فاستغفر، فماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال صلى الله عليه وسلم: اللهم اغفر لعبد الله بن قيس وأدخله مدخلا كريما. وهذا الحديث في صحيح مسلم. من يعني الراوي؟ صلى الله عليه وسلم. من الراوي؟ عبد الله بن قيس رضي الله عنه. من الراوي؟ الراوي هو أبو موسى. يعني بالله عليك أنت تقبل شهادة الإنسان لنفسه؟ الآن في علم الجرح والتعديل عند كل العلماء، إذا إنسان قال أنا ثقة هل يؤخذ قوله عند علماء الجرح والتعديل؟ بالله عليك، إذا إنسان قال عن نفسه أنا ثقة عدل ضابط للحديث. لحظة أرجوك أخ عبد الرحمن، شيخ عبد الرحمن، الآن أنا سألتك سؤال علمي عند علماء الدراية والرواية، إذا رجل قال عن نفسه أنا ثقة عدل ضابط للحديث يؤخذ بكلامه أم لا؟ بل يتابع من علماء الحديث. بل شنو؟ يتابع من علماء الحديث فإن كان أحسنت، يعني كلامه ما يكون له قيمة، صح؟ هذا بعيدا عن الصحابة. ما عندك بعيد عن الصحابة، لكن العلم يقول لا، أنتم تقدسونهم، هذا تقديس من حضرة جنابك. شوف أنت عندك الصحابي لا يخطأ في الرواية، الصحابي كلامه حجة، الصحابي لا يخلط بين النبي عندك يخلط، النبي عندك يهجر يتكلم بتخاريف، الصحابي ما يخلط. زين الصحابي ما إذا قال كلام خلاص حكمه حكم المرفوع. واحدا من الصحابة المخلصين كان وقال ذلك لم يثبت. كيف لم يثبت أنه واحد من الصحابة أبو بكر أو عمر أو عثمان قال ذلك؟ قال ماذا؟ أن قال أن كما قلت أنه كلمة يهجر لم يقلها أحد منهم. بالله عليك اسمعني أنا الآن ليس في كلمة يهجر من قالها، قالها عثمان أو قالها، أنا أقول عندك والذي قالها صحابي عندك إنه النبي يهجر، وهذا في البخاري يهجر، لكن عندك الصحابي ما يهجر. الآن أتحداك تعطيني من علماء الجرح والتعديل شخص جرح صحابي وقال هذا الصحابي يخرف، أتحداك، ماكو، ما يوجد. سنت فأنتم عندكم ميزان. والله ضربة رائعة يا سيد، لله يدرك، ضربة رائعة، الله يحفظكم حج. فأنتم عندكم الميزان أعوج أخونا، فميزانك هذا ميزانك ما له قيمة، أنت عندك الصحابي مقدس. قالوا إن فيه فأرس، قالوا إنه لا، هاي رواية ضعيفة وغير صحيحة، ما تصح. فارس شنو فارس؟ يعني يقصد الإمام، رواية الإمام السجاد. أما أنا سألتك سيد، هشلون بالرواية سيد ميثم؟ تفضل. يعني أساس أنا ما لا إله إلا الله. آخ الحكي ما يفيد. أرجع للموضوع حجي، ارجع أخونا للموضوع، الله يبارك فيك ويحفظك إن شاء الله. الآن هذه من رواية أبو موسى، شهادة الإنسان لنفسه لا تصح. اسمعني أخي أرجوك، الآن حتى عند القاضي شهادة الإنسان لنفسه باطلة ما تصح إلا أن يشهد له غيره،
في علم الرواية والدراية شهادة الإنسان نفسه باطلة. زين الله يقول لا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. لا تزكي نفسك، لا تزكي نفسك، الذي يزكي هو الله. الآن عندك هاي الرواية من غير رواية أبو موسى الأشعري أنا أعرف. هناك راو غيره في صحيح مسلم الحديث رقم 2488 أقول حدثنا عبد الله بن براد أبو عامر الأشعري وأبو كريب محمد بن العلاء واللفظ لأبي عامر قال حدثنا أبو أسامة عن بريد عن أبي بردة عن أبي قال لما فرغ النبي صلى الله عليه وسلم من حنين بعث أبا عامر هذه رواية أبي بردة عن أبيه رضي الله عنه قال لما فرغ النبي صلى الله عليه وسلم من حنين بعث أبا عامر على جيش إلى أوطاس إلى آخر حديث إلى أن يقول يا ابن أخي انطلق إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأقرئه مني السلام هذه في صحيح مسلم أيضا وقل له أبو عامر يقول لك استغفر لي قال واستعملني أبو عامر على الناس فمكث يسيرا ثم إنه مات دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وهو في بيته على سرير مرمل وعليه فراش وقد أستر رمال الحصي السرير بظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم وقلت له قال قل له يستغفر لي فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بماء فتوضأ ثم رفع يديه فقال اللهم اغفر لعبيد أبي عامر حتى رأيت بياض إبطيه ثم قال ولي يا رسول الله فاستغفر فقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم اغفر لعبد الله بن قيس ذنبه وأدخله يوم القيامة شو كان ذنبه؟ شنو كان ذنبه؟ إحداهما لأبي عامر والأخرى لأبي موسى لحظة 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 أنا ما لدى الآن نخرج عنه لكن هو شو سوى؟ شو الذنب اللي ارتكبه والنبي قال اللهم اغفر له؟ وما الذنب الذي ارتكبه أبو عامر حتى يطلب من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ الآن نعرف أريد نعرف غير تبو الحديث أريد أعرف سووا ذول وهذا كان قبل غزوة تبوك وقبل وقعة العقاد أصلا لا شوف أخواني هسه تشوف الحج السأله قال للحاج قال له ما هو الذنب ها قال يعني هو هذا شنو سوى من تروحون إذا تكلموا على رسول الله ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك يقول لك لا أكو ذنب الآن من يقول له شنو الذنب يقول له لا يعني أكو ذنب انتبهوا هؤلاء الحقيقة اللي يعني اللي يوميا ينتقصون من رسول الله ومن أهل البيت لكرامة هؤلاء النبي عدة ذنب زين سؤال هسه اترك هذا بعد هاي توضحت أمام الناس سؤال أسألك الآن هذا عدل نفسه طيب إذا جرح نفسه يعني إذا قال عن نفسه كلام مو صحيح تقبله أو ما تقبله لا إذا 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 صديقه جرحه هو لا أنا أريد هو لا شهادة العاقل على نفسه حجة أو لا جاوبني شهادة العاقل حجة وأنا أجيبك ليس جاوبني على قد سؤالي شهادة العاقل جاوب على قد سؤالي شهادة العاقل الآن أنت قلت هذا تكلم عن نفسه فصار عدلا الآن شهادة العاقل على نفسه حجة إذا شهد على نفسه تقبل أو ما تقبل تقبل ولا لا تقبل ولا لا يا ناس جاوبوا مرة على أم السؤال أم السؤال تقبل ولا ما تقبل يا حبيبي دي جاوب الله يرحم والديك حتى لا أنت أقبل أو لا أقبل إذا كنت قاضيا وأتاني وأقرر ما يعرف يهرب يهرب يعني حتى يقول أجاوب على أم السؤال وأجاوب على ابن خالتي السؤال ما يجاوب بالله العظيم يعني واحد يقول على نفسه أنا خوش إنسان يقولون أي نعم خوش إنسان وردة طيب وعمر بن الخطاب يقول أنا صخ عفوا أنا طلي يعني بالله بالله عليكم الآن كلام عمر ما نأخذه عائشة تقول يا ليتني كنت حيضة ما ناخذ كلام أم المؤمنين عائشة أنت يعني ما يعني أنت عقال أبو بكر يقول أريد أكون حشيش هاي الرواية اللي ذكرها هي من رواية أبو عامر الأشعري نعم سيد لا احنا نقلب القضية أفهم أنا عقلي الآن يعني دا يشتغل أنا أعطيك الزبدة أريد يجاوب على ابن خالتي السؤال يعني أولا هي من رواية أبو عامر الأشعري واللفظ له كما يقول مسلم هذه أول مأخذ على الرواية ثانيا الآن يقول إن النبي صلى الله عليه وآله استغفر لأبي موسى طيب الآن من باب الإلزام لك لأنه كتبك
وملتزم بها أنت واعتقادك وليس اعتقاد الشيعة. طيب الله تبارك وتعالى يقول في كتابه الكريم استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم. وفي صحيح البخاري عمر يقول للنبي صلى الله عليه وآله ألم ينهك ربك من أن تستغفر للمنافقين؟ منافق واستغفر لرسول الله وهو منافق مثل ابن أبي، شنو يعني؟ ها؟ هذا يلزم أنه مرضي عنه. الآن يلزمك أن ابن أبي مرضي عنه كما أن أبو موسى مرضي عنه عندك، لأن ذاك منافق واستغفر له رسول الله. وهذا اسمع اسمع لا تصارخ، أنا أعرف أن الألم شديد، اسمع اسمع الألم، أعرف أن الألم شديد عندك، اسمع 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 اسمع، أنا أعرف أن الألم شديد عندك الآن. أبو موسى الأشعري منافق واستغفر، لا لا قاطع، والله ما قاطع يا رجل، يا رجل والله عيب. أعطيك دورك، أعطيك دورك وترد، والله أعطيك دورك وترد، والله أعطيك المجال يا رجل، أعطيك يا رجل، أعطيك المجال. اصبر 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 لا تصبر، احنا محترمين، انت ليش تصيح؟ احنا محترمين، انت ليش تصيح؟ قاعدين وحبابين سده اي سده ابو باكر سده والله خلي ولي، ليش تصيح؟ شو اشتغل عند ابوك الان؟ لا مو هو انفعل، هو انفعل لانه الكلام انفعل طب بهراش يرقع راسه بالحائط. ابو باكر الان اخواني مشاهدين الكرام، مشاهدين الكرام، عبد الله بن أبي كما يقول عمر بن الخطاب منافق عندهم، من أهل النار، ممن طعن في عائشة، ممن تجاوز على رسول الله. يقول لابن عبد الله جاءه بما يقول له، شنو هذا؟ قال فضلة شراب رسول الله. قال بول زوجتي أطهر من فضلة شراب رسول الله، لأن رجعنا إلى المدينة ليخرجنا الأعز منها الأذل، وفعل ما فعل. هذا منافق واستغفر له رسول الله. طيب كذلك أبو موسى منافق استغفر الله رسول الله. إذا يلزم من هذا أن أبو موسى من أهل الجنة وليس منافقا لكون النبي استغفر له، إذن يلزم من ذلك أن ابن أبي الذي علقتم فيه كل شيء مرضي عنه ويدخل الجنة. إلزام منا من رقبة ما فيها مجال. هاي بهاي تقول هذا منافق، هذا منافق، تقول هذا في الجنة، هذا في الجنة. خلي يجاوبك، جزاك الله خير، جزا مولانا حيدر الحلو رحمه لله يدرك سيد ميتم. هم هذول من ينحصرون مولانا؟ يبدي يرافس، هو ما يبدي يصرخ، يبدي يرافس. إيه لا يرافس مولانا، لا يرافس، فهو رفس. سؤال الشيخ أحمد جدا مهم، وهو أنه والسيد ميتم أيضا حفظه الله، أنه هذا إذا عدل نفسه يصير عدل. طيب إذا جرح نفسه كما فعل زيد بن أرقم، قال كبر سني وقدم عهدي ونسيت بعض الذي أعي، إذن هذا يتكلم عن ضبط الصحابي وليس فقط عدالته، وهذا شرط من شروط صحة الحديث. فهل نسقط الصحابي إذا جرح نفسه؟ وهو قال نعم، حجة كلامه على نفسه. لا إذا جرح نفسه أولا ما تودي للمستشفى، وبعدين تدري شنو إذا جرح نفسه باو. شوف أبو 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 باق أبو أبو يوسف عفوا، يقول لك إنه النبي صلى الله عليه وآله في نهايته انجرح، شلون؟ لأن خرج من حدود العقلي إلى اللاعقلي. لماذا؟ لأنه صار يهجر، فإذا النبي مجروح. تفضل أبو عاش، أرجوكم لحد يقاطع، تفضل شيخنا. أنا عندي الآن المحلى بالآثار يا مجلد، إمام الجليل يا مجلد الثاني عشر، الجزء الثاني عشر. أحسنت والله أنت طيب، الثاني عشر يعني الأخير، لأن هي مطبوعة من 12 مجلد. تحقيق الدكتور عبد الغفار سليمان البنداري. أحسنت أحسنت لله در. صفحة 160. صفحة 160. وين يروح المطلوب منه؟ 160. يا طبعا حجة يا طبعا. رقم المسألة 2203. الأخبار الواردة. صفحة كم سماحة الشيخ؟ سماحة الشيخ صفحة كم؟ 160. 160 كتاب الحدود. أحسنت لله يدرك. اسمع مسألة التشكيل على التشكيل بالك طرك الأخبار الواردة. إيه هذا هذا هذه الطبعة أمام وين لحظة لحظة. وأما حديث حذيفة فساقط. أوقف أوقف، خلي هاي الطبعة ما عندي كاميرا فتحت وريتك. لا 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 الآن أنا أوريك وتقرأ، الآن أنا أوريك وانت أقرأ.
لحظة بس خلي أخذ الكاميرا منكم إخواني. يلا أنت حج أبو عائشة ليش ما يطلعوا وياك بكاميرا؟ لحظة 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 هذا صفحة 160 صح أبو عائشة ولا أنا غلطان؟ نعم 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 نفسه نعم. كتاب الحدود الآن راح نجي إلى هذا الحديث الآن هنا. وأما حديث يلا أنا نراه يعلم من وضع الحديث التشكيلة حق التشكيل بتاع الكلمة وين هي كلمة يعلم من وضع الحديث هذه الكلمة موجود يعني الوليد لا ما يعلم من وضع له الحديث لا 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 أنت ماذا قلت أنت ماذا قلت هذه ولا نراه يعلم من وضع الحديث لا اسمع اسمع من وضع الحديث لحظة لا نراه أنه لا أبو عائشة لا تدلس أمام أعيننا قال لا ماشي هذا مو موضوعنا لك بأن لا نراه فلا يعني بذلك أن لا نراه هذا مو موضوعنا يا مؤمن يا مؤمن 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 هذا مو موضوعنا مو هنا كان الإشكال هذا الحديث موجود هنا في الطبعة كنا قد قرأناه هذه في الطبعة أرجوكم أبو عائشة لا تلعبوا وياي هاي في الطبعة لما أقول وما نراه ولا نراه هذه مو موضوعنا قلنا اتفقنا كلاهما ناهي لكن انت قلت انه من وضع الحديث بعد ذلك قلت وان ابن حزم يقول ما عندك مش مكتوب وش مكتوب فيه ولا نراه يعلم يعني عندك تحريف شنو عندك يا ابو عاشه مو صحيح عندك تحريف اقرا رقم 4 تحت وش مكتوب انا عندي ولا نراه يعلم في الطبعه اللي عندي ولا نراه يعلم اللجنة الدائمة لفتاوى العلماء أو في إسلام ويب قالوا نقلوا نفس النص وقالوا أنا أقرأ من نفس الكتاب الكتاب عندي الآن أنا عندي الكتاب محمله أنا عندي الكتاب الحج وعد قرأ له وأنا عندي محطب وأنا عندي كتاب محطب بس اسمعني شوية التحقيق في النسخ والعبارة لأن ابن حزم يبدأ بتسقيط الوليد بن جميع فقالوا الأصح وما نراه يسلم من وضع الحديث لأنه بدأ عبارته بقوله بأنه وهذا من طريق الوليد بن جميع وهو هالك وهو هالك فهو قال فحكم الوليد بن جميع أبو يوسف أبو يوسف أبو يوسف هو الكلام ما كان حول هذه المسألة وما نراه ولا نرى يعلم من موضع الكلام ما كان حول هذا الكلام أن أبا عائشة أضاف كلاما إلى النص هو غير موجود لا في الطبعة هذه الطبعة الموجودة لا في هذه الطبعة ولا في طبعتي أنا الموجودة الآن اللي هي الآن على الشاشة شوف هذه طبعتي اللي في الكتاب الآن وهذه طبعة أبو عائشة الكلام الذي ذكره في الطبعتين غير موجود موجود حق واحد هم دائما ياخذون المستمع لنقطه لا نراه يعلم لا نراه يسلم لا هو ماذا قال اسمع هو ماذا قال قال اضاف كلاما ان ابن حزم قال انه هذا الراوي انها من وضع الرواة الذين وضعوا هذا الكلام ومعرف ايش وكذا وكذا الى اخره والرواة هم الذين وضعوا قلت له هذا الكلام وين وسيد ميثم قال له هذا من المواقع ما موجود قال موجود في الطبعة الموجودة في البنداري وأنا أضم نفسي إليكم بالاعتذار مع إذا ثبت الآن هذه طبعة البنداري أمامكم وهذه طبعة وعد اللامي أمامكم في كلا الطبعتين يا شيخنا ما موجود أن الرواة هم الذين وضعوا وين الرواة وين الكلام اللي قلته قبل قليل يلا حاج وعد هذا الكلام الذي يتفوه به أبو عائشة الآن وينسبه للكتاب وهو غير موجود في الطبعتين موجود في موقع فيصل نور أقري بالله عندي جهاز واحد عندي المشكلة جهاز واحد عندي أنا أقرأ حديث حذيفة فساقط لأنه من طريق الوليد بن جميع وهو هالك ولا نراه يعلم من وضع الحديث فإنه قد روى أخبارا فيها أن أبا بكر وعمر وعثمان وطلحة وسعد بن أبي وقاص يتردى عنهم طبعا أرادوا قتل النبي صلى الله عليه وآله وسلم وإلقائه من العقبة في تبوك
وهذا هو الكذب الموضوع الذي يطعن الله تعالى واضعه، فسقط التعلق به والحمد لله رب العالمين. بس المشكلة ان ابو عائشة لا مش فاهم. لا 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 لحظة لحظة لحظة، ابو عائشة قال الكلام الذي ابو عائشة اضاف كلاما، قال ان ابو عائشة بالله عليك اناشدك الله ان تقرأ نفس الكلام الذي قرأته في بداية مداخلتك، مو اللي آن الموضوع على الشاشة، اقرأه. عبد الله حول من فيصل نور. أي كلام؟ أنت قلت نفس الكلام. لا لا، الكلام اللي قلت أن ابن حزم لم هو قد نسب هذا إلى الرواة، وأن الرواة قد وضعوا الأحاديث، وأنه كلام، هذا الكلام اللي قلته في البداية. طيب. إيه، سمعوا إخوان، لا حد يقاطع. هذا شبي عبد الرحمن ابو باقر اليوم يرافس مولانا. لا والله اليوم شو صار عصبي، وشنو قضيتهم ذول يرافس؟ يلا ابو عاشر يا علي، انتم توصلون للعظم. هو وين منين يطلعون يعني؟ انا سؤال، انتم منين تطلعون السلفيه؟ والله العظيم منين تطلعون يعني؟ منين تروحون؟ خلي نشوف والله، خلي اقرا الكلام، طو مجال، طو حريته بالبحث، طو حريته. أنا أقرأك يا حجي. إيه عافية، إجا أبو كريم، أقرأ أبو كريم، أقرأ. يلا كملت. رقم واحد يقول لا يوجد أي إسناد، هذا اللي قلت لك قبل البداية، لا يوجد أي إسناد حديث فيه أن هؤلاء الصحابة الكرام قد حاولوا قتل رسول الله، والمفهوم من كلام الإمام ابن حزم أن أسماء هؤلاء الصحابة الكرام قد أقحم في أخبار الوليد بن جمع. ولا أحسن، الله يبارك، هذا الكلام اللي قاله هذا وين موجود؟ هو الكتاب أباكم، هاي طبعة وهاي طبعة. من أقول رقم واحد ترددوا وياي رقم واحد، هاي الطبعة رقم واحد 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 هاي الطبعة رقم اثنين. أنا عندي بعد طبعة فوق ترى حجي أجيبها. وين هذا الكلام اللي قال أبو كريم موجود؟ لا بواحد ولا باثنين. أو لا تشيب. على الشاشة رقم اثنين تضحك، رقم اثنين تضحك. قول 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 أبو كريم، ما طلعناها على الشاشة الله يرحم والديك. لحظة لحظة يلا، يسألك عن يتحداك عن إسناد. رقم اثنين، هل يستطيع أحد أن يأتي لنا ولو بسند واحد يذكر أن هؤلاء الصحابة الكرام قد حاولوا أن يقتلوا رسول الله؟ لا لا أسألك، لا تحرقها كلها، لا يا أبو كريم دعوه فخلي شوية يتلي. المهم إخواني، أبو عاش، أبو عاش حقيقة، أبو عائشة التنووي، حقيقة أبو عائشة التنووي، يعني أخو الفسم. لا لا الـ الـ الآن الـ الآن 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 إخواني، أنا أريد أن أخاطب بعد إذن الأخوة، أريد أن أخاطب الأخوة الذين يتابعون. شوفوا إخواني، أنا أعتقد أنا وعد اللامي مثل ما سيد ميثم، أبو باقر، مثل ما أبو عائشة، كلنا نعتقد أننا على الحق، يعني أنا أعتقد على الحق. لكن والله يا أخواني، أنا أمس تقريبا 6 شراح من صحيح مسلم أظهرت لكم، والكتب الآن موجودة عندي. يعني شوف أخواني، حتى كتاب دلائل النبوة رحت بحثت عن صحيح دلائل النبوة حتى لا أظلم نفسي، وشرح موجود موجود، مال الوادعي غير موجود. أبو باقر، أبو باقر راح أطلع كتاب، إذا موجود عندك الآن أشق الكتاب. صدقني الآن راح أطلع كتاب، إذا موجود عندك الآن أمزقه. قطيني يا هذا كتاب عند، إذا هذا عندك الآن أمزق الكتاب. لا طلع حتى لو عندك يا معود. يا هذا حق. أقسم بالله العظيم عندي. أقسم بالله العظيم عندي. عبد الله ما عنده، ما عنده كتاب بقى ولك دعوفه. قال لك اذا طلعت مو داعي. اقسم بالله العظيم عندي. اللي اريد اقول اخواني انه شوف، احنا نبحث حتى امام الله نظلم الاخوه. ثانيا نريد ان نقدم لكم، شوف الان ابو باقر الكتاب انا اعتقدت ان هذا الكتاب ما عنده، ليش؟ لان احنا نتعب حتى نحصل الكتب حتى نقدم لكم الماده الصحيحه. الآن فضيلة الشيخ عبد العزيز والشيخ أبو سلطان الآن ويانا، لماذا لا يتكلمون بالحق من الكتب؟ ليش؟ إذا أنا غلطان والله العظيم أقول أنا غلطان، إذا أنا يعني ديني ما يسعفني مثل أبو سلطان
أبو سلطان دينه ما يسعف، هو يسمعني الآن وما يستطيع أن يرد علي. ليش؟ لأن أنا قوي. لا لا يا حاج وعد، نحن أهل السنة والجماعة ديننا واضح كالشمس، لكن أنتم عقولكم القاصرة وتشكيككم وتكفيركم لأولئك الصحابة الأجلاء أمثال أبا موسى الأشعري وأمثال معاوية رضوان الله عليه وصلى الله عليه وسلم لشسع نعله أفضل من ملء الأرض من أمثالكم أنتم الروافض. والله العقول القاصرة حق وعد هم بيخطروا وشعة وإحنا ما نعرف. لحظة أريد أشوف إخواني الآن، يقول شسع نعل معاوية وأبو موسى الأشعري أطهر من أمثالكم، يعني يشتمنا. الآن أنا شتمت إخواني، بس أنا أريد السنة. الآن لما أحمد الإمامي وميثم الموسوي وأبو يوسف والأخوان يسووا دوشك مار زايل، يقولوا ليش؟ زين إذا أنت يا أخي الحبيب يا أبو سلطان، أنت معاوية، أنت نعال معاوية أجل الله السامعين، هذا شأنك، صير نعال، صير تشركز، صير قندرة، هذا أمرك. أنت ليش تجيب الأمر علينا؟ إذا أنت قندرة معاوية، غيرك ما هو قندرة محترم. أنا بالنسبة لي والله العظيم أخونا أبو سلطان، والله العظيم أنا عندي أجلك الله، لا مو أنت، مو أجلك الله، أجل الله السامعين، عندي قندرتي ما أساويها بمعاوية واللي خلف معاوية. القندرة أنا والله أنا أول مرة أتكلم بها لك. بابا احترم نفسك، احترم نفسك، احنا ما سنة. أبو سلطان كم حجمك أنت إذا أنت قندرة معاوية، كم حجمك؟ لا أبو شسمه أبو كريم، انا ما ارد اشتمك، بس يقول ابن عباس انا ما شفت. لا لا والله ما اتكلم، بس اذكر حديث ابن عباس، يعني اذا كنا احنا هيك احنا صحابه يا طايح الصبغ، لان ابن عباس شي يقول وانا نعن خرق افضل من صحابتكم. لا اسحنا، يعني احنا صحابه ابو باقر، احنا اسينا له. انت ما يعرف هو دوشك، انت تصير نعال مال معاوية، هذا شأنك انت. انا ما اريد اصير اخونا، انا انسان مكرم، كرمني الله تبارك وتعالى. فيا أخ أبو سلطان، أنا أريد الآن أعطيك الدور، أريد أفهم ليش تسيء لنا ونحن لم نسئ لك؟ ليش؟ شنو الغاية أنه تريد خرب البث؟ يعني تريد واحد يعني يطردك من البث؟ ليش أنا أحترمك ما تحترمني؟ أنت قول على نفسك، والله حرام عليك، والله حرام عليك، ورب الكعبة حرام. أولئك هم من نقلوا لنا الدين، لكن أنا شي ضرني إذا أبو موسى الأشعري منافق ولا مو منافق؟ أنا من واجبي أن أترضى عليه لأن شيخ الإسلام. يا أخي هاي أنت، أنا ما مانعك أبو سلطان بمحبتهم. شيخنا هذا شأنك، ترضى ما ترضى، أنا ما قايل لك لا تترضى، ترضى منا الباش، لكن تقول شسع نعل بيكم، أنا أن تسيء لنا يا أخي. والله الحوارات ما تصير، يعني أنا الآن تلفظت بألفاظ إنه أنت قندرة، زين هذا ما عمري ما تلفظ، لكن أنت تجبر، يعني أذيتني. أكثر واحد أحترمك أنت. ما أهليك أولئك صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. والله حجينا والله الغبار الذي الغبار الذي نفضه رسول الله من إزاره ودخل من خار معاوية وأبا موسى الأشعري، لو أتت ذرة منه عليك لطهرتك. زين أصبر، بيتبركوا بالتربة دلوقتي، بيتبركوا بالتربة دلوقتي. بالله ممكن تفضل بالإجابة بطريقة علمية من دون هذه الأساليب الذي يستعملونها هم؟ تفضل يا أختنا. بس أريد أقول للناس شفت إخواني، بعد أن قلت لي يا أخي احترمنا، الآن يقول ذرة غبار خنينة معاوية بخشم معاوية أطهر منك. ليش؟ أنا سألت لك حجينا انت ما اسئت له، هذا منهج السلف. احمد بن حنبل يقول اللهم صل على محمد غبار
غبار يدخل في أنف يعني عليكم السلام جواد أو حصان معاوية أفضل من ألف من مثل عبد عمر بن عبد العزيز الخليفة الرابع الخامس عندهم الراشد. بس ما يصير أبو 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 يوسف حبيبي، شوف أنا ليش أحترم الأخ أبو عاشة؟ أبو عاشة ما تخرج منه هذا ميسي، أنت أبو سلطان مو عيب يعني، أنا محترمك، أنت تريد تصير فلان معاوية، تريد تصير مدري شنو معاوية، هذا شأنك أنت ومعاوية، أما تلبسني أنا تفضل أختنا ليندا تفضل سوي منوت. أنا بالنسبة لي كمتشيع الحمد لله كنت قبل كنت في ضلال، فأنا أحمد الله وأشكره أني خرجت من بين براثن هؤلاء. أي والله أنت تريد أن تقارنني أنا كمتشيعة أو الإخوة الكرام الشيعة والروافض بصفة عامة بهؤلاء؟ نحن نعيش الآن بعد 1400 سنة من تواجد النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم بينهم، هم كانوا يكذبون النبي، كانوا يؤذون النبي، هذول اللي تحدث عنهم، قالوا عنه يهجر، سقطوا النبي، طعنوا في النبي، آذوا آل بيت النبي صلوات الله وسلامه عليه، ما تركوا نقيصة ولا قبيحة إلا ونسبوها للنبي. تريد تقارنهم بي أنا التي آمنت به وبآل بيته الأطهار بعد 1400 سنة ولم أسقط هذا النبي وآمنت به يقينا وليس كلام مجرد كلام على اللسان؟ تريد أنت تقارننا نحن بهم؟ نحن شيعة محمد الحق ونحن أتباع سنة محمد الحق، لكن هؤلاء الذين تتفاخر بهم وتتطاول علينا وتجاسر علينا من أجلهم أقول لك أنهم في جهنم وبئس المصير ونحن الفائزون إن شاء الله. شكرا لكم أخوتنا بارك الله فيك. تفضلوا. السلام عليكم حاج وعد. عليكم السلام عليكم حاج وعد. بس لحظة خلا أخذ الشيخ محمد أول شيء. تفضل الشيخ محمد. إيه حياك الله، ماكو مشكلة. تفضل شيخنا. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته شيخنا. كان سؤالي موجه لأبي عائشة لكن مو موجود الظاهر. سؤالي أنت تقول الصحابي كلامه حجة على نفسه. زين. سواء مدح وكذا. لما قال الأول أقيلوني فلست بأخيركم. زين. هذا اعتراف من عنده. اعتراف من عنده أنه ليس أفضل من الناس أو الموجود. كان راح الصوت حجي؟ إيه راح الصوت. راح الصوت حجي.